ديمقراطية فيها تنافس ديمقراطي بين المرشحين وخصوصا بين المرشحين البارزين، وأتوقع أن الفوز سيكون لأحد المرشحين بفارق قليل من الأصوات. سيتم التصويت لسيد عبد المنافسة بين السيد برهم صالح والسيد عبد اللطيف رشيد. قد وصل عدد ما أدري والله، بعد ما دخلت القاعة. أنتم مع من كإطار قبل زحمة عليهم؟ السؤال صعب. كإطار أكو رأيين بالإطار، أنت جنابك أكو رأيين، لا أستطيع أن نتحدث بشكل يعني تفصيلي، ولكن أقول أننا بالتأكيد سنصوت لمن يعني يحقق المصلحة في هذه المرحلة للعراق وللشعب العراقي بشكل عام، وكذلك سنشهد في القاعة أيضا حراك، وهو ليس حوارا وإنما حراك وصولا إلى الصندوق للأداء بالالتزامات. كلنا لدينا الالتزامات، وكل طرف سيفي بالتزاماته وبتعهداته، وأيا تكون النتيجة فبالتأكيد الفائز سيكون رئيس جمهورية العراق وهو يمثل جميع العراقيين بالتأكيد أكثر من 220 إن شاء الله.